السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم رايحين نوجدوا كيف كيف وجبة الافطار. دونك هنايا نبدا من الشوربه فريك الجزائريه على الطريقه ديال عجوزتي. المهم هنايا عندي 4 حبات بصل ماشي بزاف كبار، ونقطعهم فريمون رقاق. ندير البصل في القدرة ونضيف عليها اللحم ولي زيبيس اللي هما الفلفل الكحل وملح وقرفة وكزبر مطحون وشوية بابريكا. ضفت عليها قطرة تاع الزيت ونديرها تتقلى ابتيف. وهنايا عندي لو سيلغي مع الكزبر، قطعتهم ثاني ناعمين ناعمين بزاف. ونزيدهم حتى هما مع البصل واللحم باش يتقلاو كيف كيف. بالنسبه للخضار درت حبه بطاطا، حبه قرعه، وحبه درودية، وزوج حبات طوماطيش قطعتهم هكايا اون كيوب وحطيتهم في الكسكاس. وزدت عليها على هذيك الطوماطيش، زدت عليها 2 كوب تاع لا طوماط كونسونطري. انا الفريك خليت اغسلته وخليته نقع باش ينقع شويه. هنايا البصل خلاص تقلى ونضيف عليه هذوك الخضروات. من بعد ما زاد ثاني هذوك الخضروات شغل تشربوا شويه من هذيك المرقه اللي طاحت من البصل واللحم، زدت عليها الماء مغلي ونزيد عليها الحمص، وندير هذيك لاطوماط من الفوق باش تتفور، ونخليها على نار مهيله بزاف.
بالنسبة للدوزيام بلا رايح ندير واحد البلا تاع الشوفلور بالدجاج، يجي بنين بنين بنين، ننصحكم به. المهم هنايا عندي 2 حبات بصل و3 فصوص تاع الثوم، قطعتهم ثاني كرقاق ونحطهم يتقلاو مع هذاك الدجاج، ونزيد عليهم الملح والفلفل الكحل والكمون وشوية الكوري، ورقة تاع الرمد وشوية تاع زعتر. هنايا انا الشوفلر نحي منه هكا كيلكو بوكي، نقيهم ونغسلهم ونحطهم باش يطيبوا هكا شوية في الماء والملح. هنايا ديسيديت باش نزيد له شويه زيتون، دونك حطيته في كاسرونه واحده اخرى باش نغليه شويه باش نقصلو الملوحيه. وهنايا كيما راكم تشوفوا الدجاج ديالي راه يطيب على اقل من مهلو، شغل ابتي بتي فو. وهنايا حبيت ندير هكا شويه بطاطا مع الشوفلار، حطيت غير 4 حبات. المهم نقطعهم اون رونديل ونقليهم ونقليهم. هنايا ضفت شويه مال لهذاك الدجاج، غير هكا شويه باش ما تكونش هذيك لاصوص. هنا عندي الحشوة تاع البوريك، عندي 2 حبات بطاطا وحبة بطاطا حلوة وزوج حبات بيض مسلوق، وزدت عليها الثوم وقطعت ليها 2 حبيبات هكايا تاع زيتون دي نوايوتي. هو نورمالمون انا نزيد عليها المعدنوس باسكو المعدنوس يعطي ليها بنه ثاني وحدها، ولكن مالوغوزمون مبقاش عندي.
انا يا لا بروميير فوا ندير هاد الورقه تاع الشناوه، ولكن فينالمون جات با مال. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا قولوا لي سيل بلي كيفاش، واش الماركه تديروهم نتوما بالنسبه للمغربيه اللي ديروا بهم البسطيله. المهم هنايا ندير الحشوه شويه هكا في الوسط ونزيد عليها فرماج ونروليهم.
هنايا الشوفلور نحطه في الفارينة ونحطه في بيضة هكا خفقتها، ونزيد ندورها في الشابلور هكاك شغل حتى نكملهم كامل، ومن بعد نقليهم. هنايا الخضرة ديال الشوربة ديالي طابت، نحيها من هذيك المرقة ونحطها في الكسكس مع الطوماطيش ونمعكها. انا لقيت الشوربة ديالي بلي ناقصها شوية ماء، دونك قليت ليها شوية ماء وباش نكبها هكايا في الكسكس باش ينزل كاع هذاك الشيء اللي زعما كاع الخضروات. لو كان ما لقيتش ناقصها الماء، نرفد من هذيك المرقة باش نغسل بيه هذاك الكسكاس، باش كل شيء هذاك الخضروات والطوماطيش كاع كل شيء ينزل لتحت، يبقى غير هذوك القشور تاع الطوماطيش. هنايا نزيد زدت عليها الفريك ونخليها على نار مهيله، ما تزيدش بزاف بيسك ديجا راه الفريك ديالي تشرب من هذاك الماء اللي نقعته فيه. دونك نديرها ابتي فو وخلاص، كلك مينوت ومن بعد وخلاص تكون واجده.
انا لاصوص هذيك اللي درت فيها الدجاج لقيتها ناقصه شويه ما، زدت عليها شويه ماء وزدت عليها الزيتون وخليها تتغلى غير كلك مينوت. وهنايا في واحد البلا اللي نقدر ندخله للفور، حطيت كيلكو ترونش تاع البطاطا وحطيت هذاك الشوفلور من بعد ما قليته، وحطيت وزيت له هكايا البطاطا من الوسطيته ونكب عليها هذيك لاصوص بالزيتون، من بعد نحطه في الفور. وهذوك اللي كويس تاع الدجاج حتى هما نحطهم باش يتحمروا في الفور وخلاص، كل شيء راه واجد. هذه هي الطبلة ديالي، والكسرة هذه قدرتها نهار الاول في رمضان، وهذاك الشوفلور جا بنين والفريك تاني. ودرت غير هكايا زدت اون سالاد، وهذاك لا سالاد تاع الباذنجان، والحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وصح فطوركم كاملين، وإن شاء الله جيت خفيفة على قلوبكم. خليتكم في أمان الله، الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.